سلام رئيس اتحاد الكوره، مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، وتحياتي ليك وتحياتي لضيوف الكرام كابتن جابر، وتحياتي ليه وتحياتي لبني سويف استاذ ابراهيم، وتحياتي لبهتيم واهل بهتيم كلهم. حافظهم انت يا ريس، حافظهم. طبعا حافظهم. الناس المحترمه ما تتنسيش ابدا يا كابتن سيف، الناس موجوده على طول في الذاكره يعني. طبعا اتفضل يا فندم. لا هو انا طبعا انا لسه مش بتفرج على البرنامج، بس انا شفت طبعا بيقولوا لي ان انت قلت حضرتك ان احنا ممكن نقعد قاعده ونقعد مش على مع السيد وزير الرياضه والسيد رئيس نادي الاهلي والنادي الزمالك، لو في مشكله نحلها. يمكن انا بس حبيت اوضح ان الفتره اللي فاتت يمكن احنا كانت علاقتنا كويسه جدا، يمكن لاخر مباراه كانت النادي الاهلي، كان في اتصالات يوميه مع المهندس محمود طاهر قبل المشكله اللي كانت مع النادي الزمالك والحكم في المباراه ومقيل في من خلالها، كان في اتصالات منتظمه مع المستشار مرتضى منصور. السيد الوزير على طول في اتصالات في اي موضوع، بنبقى متواجدين على طول مع بعض، بس هي المشكله خدت اكبر من حجمها في كتير، في حاجات كتيره جدا. قيل في رشاوي، في حاجات قصص انها تتكلم نتكلم فيها، ما يقدرش النهارده. حتى امبارح يمكن في واحد من المعدين بيكلمني على اساس ان انا ممكن اتدخل واقول للمستشار مرتضى منصور تعالى هات المستندات، ما ينفعش، لان احنا اساسا طالما في حاجه تمس شرف اي حد احنا لازم نشوفها للاخر، وخصوصا لو قيلت على الملأ. اذا ما كانش فيه يبقى هنشوف، لكن لو فيه احنا مش هنرضى بالفساد اولا. ثانيا النهارده الاتحاد المصري لكرة القدم يمكن السمة الوحيده اللي كانت موجوده فيه وفي اعضائه النزاهه، فالنهارده انا مش عارف هل الاتجاه دلوقتي تشويه الناس او حاجه زي كده، انا مش عارف يعني. بس المهم ان احنا كل الحمد لله احنا واثقين من نفسنا قوي وعارفين الاتحاد المصري كله فيه ايه. اذا كان في واحد حصل منه اي اتصال او اي حاجه تخص المباريات احنا مش هنخليه موجود في الاتحاد المصري لكره القدم، ايا كان مين، اي عضو، اي حد في المنظومه مش هينفع. لكن ما ينفعش ان احنا نعمم. المواقع كتيره اتكلمت في الوقت ده كتير، البرامج اتكلمت في الحاجات دي كتير، الجرايد اتكلمت في الكلام ده كتير، ما ينفعش الا لما نشوف في الاخر ايه اللي هيحصل في الاخر. يمكن احنا كنا مستنيين الفتره اللي فاتت ومستنينا دلوقتي لغايه يوم الاحد اللي جاي، وهيتم فيه نعرف ايه الموضوع بالظبط. بعديها نبقى نبتدي نتكلم يا كابتن سيف ونشوف الموضوع ده. لكن ما ينفعش طبعا في زمام، في اهالي، في ناس بتراقب الموقف، في ناس عارفه اللي قدامها ايه، في دوله. ان احنا النهارده كلنا بنتكلم على دوله، يمكن كان في اجتماع النهارده مع الحكام، هم اللي اصروا انه يجوا النهارده وقعدوا معايا النهارده، وكلهم قالوا كل الكلام اللي اتقال ان احنا مش هنحكم مباريات الدوري، لا احنا هنحكم لكل الانديه، ما فيش حاجه اسمها نادي مش هنحكم له، كلنا هنحكم، بس مطلوب مننا ان احنا بس نعرف كرامتنا فين، ونعرف ايه اللي حصل لنا، ونعرف مين فينا المرتشي ومين اللي مش مرتشي، ونعرف الكلام ده كله بايه، بالوقائع اللي موجوده. فدي فعلا احنا كنا بنتكلم فيها النهارده، وهم كلهم قالوا ان احنا ما فيش مباراه ان احنا مش هنحكمها، مفيش حد هيمتنع عن مباراه، كلام محترم، ما نحكمهاش. احنا موجودين سواء فرق كبيره او فرق ناشئين، كلنا موجودين. حتى لو انت استدعيت حكم دولي ان يحكم مباراه ناشئين، احنا تحت امرك، تمام، مفيش حاجه الكلام ده. احنا شغالين في منظومه الاتحاد المصري لكره القدم، لينا لجنه ممكن نرجع لها، مفيش بيانات، واتكلم عليهم النهارده نبهت عليهم، مفيش بيانات، مفيش تصريحات. حتى لو حد اتكلم بصفه شخصيه، هم اكدوا انه كل واحد بيتكلم بصفته يبقى بيتكلم بصفه الشخصيه مش بصفه الحكام مصر كلهم. تمام. النهارده كل الكلام ده كان حلو وكويس جدا في القعده، احنا طلعنا في الاخر تكاتف الحكام وتكاتف الاتحاد، والشغل بتاعنا بنبينه خطوه محترمه يا فندم، خطوه محترمه جدا. مستنيين نعرف الفتره اللي جايه مين المخطئ. انا بوعدك على الهوا، ايا كان مين المخطئ هيتم عقابه. انا قلت كده، ما ينفعش التعميم، انا قلت كده التعميم، وما ينفعش نتكلم على ناس احنا ما شفناش منهم حاجه لغايه دلوقتي، وما فيش حاجه ظاهره لغايه دلوقتي. لكن ما ينفعش ان احنا نتكلم من دلوقتي على ناس احنا في وجهة نظرنا انهم كلهم افاضل، حكام كلهم افاضل، ما فيش حد فيهم بينتمي، حتى لو بينتمي النادي ما بيظهرهوش. لكن ما ينفعش ان احنا نقول ان ده بقى عشان خاطر نادي كذا ولا نادي كذا،
تمام. مش عارف اقول ايه لكن في القصه دي كلها لكن في الاخر اني اكيد اكيد طبعا سيد وزير الرياضه شايف المشهد وحاسس المشهد اللي حواليه وحاسس بالناس اللي موجوده. معلش يا فندم احنا برضو كلنا دور مع السيد وزير الشباب والرياضه الحقيقه، لان الفتره اللي فاتت هو الراجل الحقيقه بيشيل فوق طاقته، يعني سواء مد ايديه كده بي 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 بينتقدوه، سواء بيعب بينتقدوه، تدخل بيقولوا تدخل، يعني الامور الحقيقه محتاجه تهدئه. ولكن خبر حضرتك النهارده جلسه حكام هو خبر الحقيقه محترم جدا.